بسم الله الرحمن الرحيم. تم تحرير حاجز سياسي من قبل أبطال لواء القادسية في تاريخ 28/1/2013. هذا هو الجسر السياسي. نحن الآن نمشي عليه. على يميننا جسر المعلق. الله أكبر والعزة لله. 29/1/2013 من جيش الحر. الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نحن إن شاء الله مع الصادقين من الجيش الحر. الأحواز عجال الله ابن القيم لكل الأشراف. هذا هو نهر الفرات. الجيش الحر الآن يحتل مبنى الأمن السياسي 29/1/2013. الله أكبر، الله أكبر، قولا لا بعد. ذاك نهر الفرات فحب القصيدة من جلال الخلود معنى فريدة، باسما للحياة عن سلسبيل، كلما ذقته طلبت المزيدة. نحن قتلاه في الهوى وقديما شب آباءنا وأصبى الجدودة، يقطع الحزن باضطراد ويطوي على مداه البيدة، وخرير كأنه سفرات من محب قد صعدت تصعيدة. إيها يا بلبل الفرات ترنم فوق شطعانه وحي الورودة، وحي عني الأحرار في كل شعب ناهض للعلا وحي الجهودة. الله أكبر، الله أكبر، وليخسع الخاسرون. هذا يوم النصر، وهذا فجر التحرير لمدينة دير الزور. 29/1/2013 نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. إن شاء الله سيسمى بجسر القادسية. قف على اليرموك واخشع جاثيا وتيمم من صعيد القادسية. نحن أبناء الأولى دوخوا الأرض ببيض المشرفية. الله أكبر، الله أكبر، وليخسع الخاسرون. جايينك يا بشار، جايينك المزارع. الله أكبر. سيدنا محمد قائدنا للأبد، سيدنا محمد قائدنا للأبد. بعد تحرير حاجز السياسية لقد فقد النظام جميع الطرق الداخلة والخارجة من الريف إلى المدينة في محافظة دير الزور. الله أكبر والعزة لله. ها هي سيطرة الجيش الحر الآن على جسر السياسية، ومن بعدها على جسر المعلق. الله أكبر، ولن نتراجع أو نحن قادمون إن شاء الله، ولن نتراجع حتى أسقاط النظام. الله أكبر، أسقاط النظام. يا رب ثبت قلوبنا على الإيمان، وانصرنا على طاغية بشار، ثبت قلوبنا على طاعتك يا الله. يا الله، يا الله، الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة تحت ظلال السيوف.